كيف اللي تسمعوا فينا على ستريمينغ بتاعنا diwanfm.net واللي تتفرجوا فينا على شين يوتيوب. مرحبا بكم من جديد وين ما كنتوا. تحيه سبيسيال الكل نسى اللي حايسين في الكوجينه واللي بداو يحضروا في عصير الزقوق ومن توا بيان سور والرجال من بعيد راهو جوست يذوقوا اكاها. ونحييكم برشا برشا ان شاء الله تكونوا عاملين جو معنا في بيج شو ضيفي هذايا ابلوديسمون من عند نادي ليكم انتوما. دونك ضيفنا كمال عويج احمد صبري مهر طرابلسي اللي باش نتعرفوا عليهم بشويه بشويه. كمال بارمي لي جون بالحق اللي موتيفي على الاخر اللي إلا انسيست كل ما يصير ايفينمون انه يكون موجود ويوصل صوته خاطر فيو الخدمه اللي يخدم فيها هو الجروب نتاعو خدمه مزيانه ديرنييرمون خدمه بانوراما سينيكور اللي باش يحكي لنا عليها توت سويت. شكرا لك إيمان. أول حاجة تحية للمستمعين في صفاقس اللي قاعدين يسمعون فينا الآن. بانوراما الفيلم القصير هي أول تظاهرة اللي عملناها جامعة ليفيت يومي 3 و 4 ديسمبر في تونس. هو البانوراما مش نعطيو أفلام قصيرة وأفلام وثائقية قصيرة. حبينا نعملوا دعم للشباب التونسي. حبينا ندعموا الشباب اللي من تونس اللي ما عندهمش إمكانية باش يقدموا الأفلام دعمهم في مهرجانات كما يبقى قداش سينمائية ولا مهرجانات أخرى إلى غير ذلك. وكانوا برشا دي جون شاركوا في الإيفينمون هذايا؟ الحمد لله. هو هي كيفاش كانت الكونسيبت وكيفاش كانت الفكرة؟ الفكرة بديت عندها من أكتوبر. من أكتوبر قبل ما يبدا أيام قداش السينمائية المسرحية تعطيت في فضاء أحد الفضائيات في تونس ما نشمش قول الاسم تعطيت فضاء تفرجت مسرحية. بعد حكيت مع المديرة الفضاء قلت لي فماش إمكانية نعمل تظاهرة. قالت لي أوكي باد بروبليم والحمد لله عملت تظاهرة إلى غير ذلك والحمد لله نجحت. برافو ليكم كمال. يعني هذه حاجة من نلقاو كان نشجعوا مبادرات الشباب. كمال ريني في بلوزيور معناها غاديو سمعناك برشا وانت قاعد تسوق للي بروجي اللي تخدم فيهم. من نلقاو كان نشجعوك وندعموك وين فما اي ايفينمون. مرحبا بك كمال.